يعتبر رئيس اصلا مش مخيب الامال كل المصريين وكل البسطاء وكل الطبقه الوسطى والطبقه اللي هي الكادحه، مخيب لكل المصريين بجميع اطيافها. الخطاب كان بعيد خالص عن اهدافنا الثوريه، كان بيختص بحديثه كله عن الاقتصاد والازمات الاقتصاديه، بس احنا وجودنا هنا مش عشان خاطر الاقتصاد كقوه ثوريه، احنا عايزين نحققوا مطالب الثوره.